وحيدة في موضوع السوشيال ميديا والسناب شات وغيره، ولا في واحدة ثانية كاني سمعتها؟ ده هذه سمعت من حسون. صدق عاد أجل خلنا نسمعها من حسون. يلا يا حسون سمعناها. أي قصيدة؟ اللي فيها كيف حالك أنت طيب؟ أنت الثنتين حقت الدريم والثالثة غير حقت الشايب شي؟ اللي لا تصدقون؟ إي أقولها؟ طبعا إي. لا تصدقون العالم اللي يقولون، اللي يحطون المثلث مدور، يصورون أسرار بيت ويذيعون، هذه معور يا الربع ما تصور. وشلون صارت تنتشر بالتليفون باسم الإثارة والجدل والتطور، تبيع جسمك والمهابيل يشرون، درب المعاصي مظلم ما ينور. لازم لأني مسلم أصير مغبون، لا تلومني ليش دمي مفور. تدرون بالجنة والنار تدرون، يا أخي قسم بالله هذا تهور. الناس صاروا بالخطأ ما يحسون، بس الخطأ بالدين والله يعور. نصيحة تنقيرت على لسان حسون، انطع تشوري غير هالأدب. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله. قام ينافسني. إيه إيه خلاص السوق بدأ شكله يسحمل بصاد من تحتك. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله عليك. قولوا ما شاء الله يا متابعين. ما شاء الله الله يحفظه ويبارك فيه على قرة عين والديه. خلنا نروح اجل شباب، نبغاكم تشعلون بالاسئله، تراني اتعب انا من كثره الاسئله، لان اليوم ابغى الشباب عندهم ما شاء الله في مكيفات، ترى مكيفات انا ابغاهم يعرقون من الاسئله.